اخر حبة من حبات عنقود المصورين نجم الاتش دي المنطلق بسرعة الصاروخ النجم الاستاذ احمد الخليلاوي. عايش دور الملام انت تمثال للخيانة عايز اقولك وبأمانة انا بعتبرك حد يعيش ما مبتدي ما عندوش دم اللي يخونك يبقى ما عندوش دم. سيبونا عيش شوية الكريستال ونبي شجعان سقف شجعان سقف قوية كده ولا ست كل روح كل 155 يا سبب مش بدل لي وانت ما كنتش فاهم حاجة جاي تصحيت سجاد بدريها وعشان خاطري بلاش تحكي يا قط تك عليها
حسني هنانة ولا حاجة. انت سيدة مصر. اهلا وسهلا كل المجروحين اللي جرحوا كده قالوا لي طيبة قلبنا بتعمل بتعمل اكتر من كده. سألت كل المجروحين اللي جرحوا كده قالولي طيبة قلبنا بتعمل بتعمل اكتر من كده. نزلت دموعي من عيناي لقيت من طيبة اللي فيا بقيتش عارف بس ليه الناس بتحترم ناسي. الدنيا جرحة ناس كتير متعذبة لكن خلاص أكمل سنين من عمرها متردبة. لفت دماغ وقلب دماغ يا ترى اللي جاي يجرحه ولا اللي قالوا مجروحين. الناس مفهمون سألت كل المجروحين الوجع من الوجع من زي دقوا في الزمان ده وقربوا يا ما بتقلقني في الأمور يا ما الدموع نزلت في كاسي واهم حاجه في الدنيا هو حب الناس. الناس يا بص عايز تبقى مصلحه هي مروحه. يا بص عايز تبقى مصلحه وادروس يلا وادروس يلا وادرعب يلا العب الضحك.
عشان تركز منك لله يا اللي ما تقوم تقع منك لله يا اللي هتقع على الكرسي بتاعك اقف على الكرسي بتاعك مش هتعب الله لو اسمعوني الناس قال لهم وقفوا مواقفي قول قول البت تكسب طبعا يلا قول قول منك لله يا اللي ما تقوم تقع ايوه هو ده وهترفع ايدك فوق واحدة ترابيش الحياة ليست لها إعادة